تتحدى العصابات الشرطة في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، وتبث الرعب منذ أيام بإطلاقها رشقات نارية على المدينة من الأحياء الشعبية الواقعة على مرتفعات العاصمة. وباتت مناطق بأكملها في الأحياء الشعبية والأحياء الواقعة عند أسفلها شبه مهجورة. من الواضح أن الجميع خائفون. لن أذهب إلى منزلي الآن، سأنتظر أن تهدأ الأمور بعض الشيء. وقد أمرت الحكومة بتنفيذ عملية أمنية لحماية السكان في المناطق التي يسيطر عليها المجرمون على ما أعلنت وزارة الداخلية، وأصدرت السلطات مذكرات بحث مرفقة بمكافآت بقيمة 500,000 دولار ضد 3 من قادة هذه العصابات، بمن فيهم الإعلامي الشهير الكوكي، وهو شاب اعتاد نشر تسجيلات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. ونشرت الشرطة عربات مدرعة وعناصر مسلحين عند سفح الأحياء الشعبية. كل شيء مغلق اليوم، لا يمكن شراء الطعام أو أي شيء. الشرطة أغلقت كل المنشآت بسرعة. وتعد فنزويلا التي تحصي مقتل 12,000 شخص بسبب العنف سنويا من أعنف الدول في العالم، ويبلغ معدل الوفيات في أعمال عنف فيها 45.6 وفاة لكل 100,000 نسمة، أي 7 أضعاف المتوسط العالمي.